بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم ومد السلام كمال بيجوكتو سبيشال ومد الصوماليات ادي ادي يعني سلام يا مير بالدنيا كجوكتان. بسم الله مركه هو ريسو وحان ربينا كاد عاو ان ير ما دام حل رمضان ايت هاي بشي وخير كبنت السلام كيت هاي ان اصفرنا وحي خيره انا وحان ود شر ماها وح خيره ومد السلام كمال بيجوكتنا قدنا أرماه عن ربع عاونا كهذا واجب لنا مهم كذا أرنتي يا هذا ما أنت كذا عادي إيربارك اسمعي وأنا هين واحد وين لكن سومالي سيدا بروحه كج عشان شركة وحي وحي يا رجب لنا كذا أد يا الله بمبنية وحلا الله جب لنا وحبا كذا عيسدا لبعض هذا عاد بلايا هل كان كسو جوح ذي لبعض وهايا بليز وحن إدوار بقى الصومالي أنا يعني قبل الله بين نفس ده وحافي عن الناس فرنا وناجي يا خيرك مر البابا ما دام أولي بكوجرنا أنا يا لفت كي أنا حسوسني أنا يا لفت نفط إذا حطها أنا حسوسني يا قف بإسلام إنه كشقيه وناجي ما دام بر رمضان طاي وبشي الله يدينا عباد يسون وخير سفرنا وناجي سفرنا وأنا عباد بنصوب بالنهاية. أنا عاوة حالكن أصول قري وح ومد دانوا أولويس المركز تانوا حنجعلها وح بن آذن كسيدي سبا هرمودوا وطاريخوا ومعنوا له إنا نمر بمعنى أن ضدك بن آذن كفران جعله إننا نغبيل طلق منهن إلما أذرنك منهن طلق منهن إننا قردر ولالك منهن أهلنك منهن وحان ضدك إسلامك أن مر بيو أنا إنا نفتي معناها كتر جمعة عد كلام إلى غبين وحنجعل غفر بإسلامه إنا ونا غفره مركو كويت نهرتو ما أنت واحد ماشى كده عي دتك كسمايا يا واحد كده عن بالليل واحد واحد اللي سويدية محو كبل لاضي محو مهمودي ستهم حسر كسته واحد قد أنا وماها واحد ما أنت كده عي كسمايا واحد سبرايسه أما واحد درتان صوب بودي وهذا إنه وصل دعي وهذا كله إنه بلاضي ما ووحص وسعودي والله قسم مليجيو وكوان هين والله هين وصدح هين وأفر هين وشن هين وحارتها ربعين الله مركزه سومالوين مالو بيجوكت أيام ربعين الله مركزه بناء هذا كسيدي سبا بناء هذا كسيدي سبا وحافي عن إنه وحونا كشقي especially مركاتها ومضى إنليد كذا تاي وحجرت كذا مركاتها أما هذا الدين تاي أما هذه أغنتها أما هذا علم مادي سيدس مالدها ما علم مادي أما متقنا علم وسترين بوريف عندان وحافي عن قفك بن آذنك إنه فرا تدك وح وناقع أرينتك كالعاد كسمايو وح اسكسو هندسة ما وحد هندسة اسكيم ما ووح إن مدقها بلغي شقيني ومقدشو مرد هاي الرم معنى كان مقدشة اللي هاي ما هاينا قويس أما رير صوماليات دقو أما أنكاضي ما وحنكاضي دولدة هذا كتاليسو مقدشو أيا أبابلك أوين يكعنتا إن دالة بركعيو خرسيد أوغاه ومدا حدك إيه هاي مدحويني هنا محمد عبد الله فرماجو وحان ولا ليالان أغن هاي ونرباعين يرينا زورتاقو محمد عبد الله فرماجو وحال وصل دورت الصومال نمو وحال وصل دورت وناك وحال وصل دورت كالقعل وحال وصل دورت جعيل ما هين إن نلاصو غبطي نلاصو دوري عن كأن ما هين أنا قدتك أوفر حد بالنابان ها مركي نين شعبك كتر جمعي أو صوماليا أو مسلم أو أقانت هذه اللي لها أولي هاي أما دادك صوماليا دي يسكوبة كراونين قبل كامران أيو ها عن صلحابوها لكن at the same time dadka waxaan ahay dadka caadifada ku taageeramay waxaan jecel qofka in chance la siiyo dhaw okay waa la soo doortay is good we were happy laakin inaan qof walba oo la soo doorto waxaan jecel inaan waqti siiyo no is too early I'm not excited waa inaan horta aragna the first one year first two year muxuu qabtay muxuu marka kadib ayaa ka ficil qaadan kartaa ama qofka aqoon marka qofki sheeganeysid ee leedahay aqoon baan u leeyahay ama akhlaaqdiisa noqoto ama diintiisa noqoto ama wanaagiisa noqoto isma naqaan qof inta dadka Soomaalidana always wuxuu jecel yahay ani dadka mar walba ku celceliyanahay war qofka aad taqaanaan ee idin la degan
قف فورنا أو ميل كيمن إسكداية دتك لحنا أي ورد قف كإذا لد جنا أنا أدم قال أنا دجنا من صورة لبي إلا وقت سنة دجنا ما أنت وان وان وانا قلنا وح أن ما ت إن كب كسب معقول كا عدوا البوح كصورة قال كا وان قرنا لكن ما أنت ديك ورد بغدش اللي جي وأن وحبك أقول أنا دبيت كتير اللي جي وحاميش كب حي كل جركي أن هريان وقاني وحكب حد لقن كي لقبسي ومدي أياب وقت بيجاب غادني marka now waxaan raba marka hadalkay muhiimkiina uu soo dhaco maxamed abdullah farmaajo madaxweynaha Soomaaliyeed markii la doortay waxay ahayd in uu shanta Soomaaliyeed walaaleeyo eheleeyo mid ka dhigo mid aan ka filaynin anaga saaseed especially cid wanaag ugu jirto maanta dan meel kasto dunidaba ka joogto in wanaag uu ka dhaco waa dadkeena qurbo joogta waxaan always jeclaa maadaama aanahay aabe in meel walba wanaag la yeeshay Soomaaliya dhigtida ku dhacdo wax fiican baa laga sameeyay wax wanaagsan baa laga sameeyay sababtoo anaga u baahan qurbi joogta waan ognahay as a family as qurbi joog ahaan waan ognahay waxa ay nabadgelyo noo tahay wax meel inaan ku noolaano aan u raadinayno ama u struggle gareynayno in wax naga noo hagaagaan waxa walaalayaal marka maxamed abdullahi madaxweynaheena maxamed abdullahi farmaajo ma jecel inuu qofka aan disrespect ku sameeyo madama madaxweynuhu maanta maqaamka inuu joogay yahay ma jecel in qofka binaadanka lagu gafo waxaan rabaa oo aan ognahay walaalayaal hadda iska ma soo bilaabanin saraar inuu iska soo hindiso xaal intuu meesha soo istaago bistoolad la baxo buuq sameeyo wax iska soo hindiso ma saraar waanu soo noqonayaa asaga horta halka ay yaal waxaan rabaa inaan marka hore aan ka hadlo waxan taariikhdiisa iyo historigiisa walaalayaal waxaan ognahay hadalkan waxaan u maragsanayaa Soomaali weyn baan leeyahay waxaan u maragsanayaa maxamed abdullahi farmaajo meeshii la rabay in Soomaali wixii ay ku soo dooratay ee ahaa naciib loo qabay jacayl loo qabay amin jacayl loo qabay marka horta Soomaalinimo naciib loo qabay shisheeye iyo in ummadda Soomaaliyeed nin isku soo duubi karo la keeno maadaama aan madaxweynayaashii ku horreeyeen aan jaansalsi loo siinin waqtigeedii marka waxaan hadalkay anoon dhinac mareynin waxaan rabaa maxamed abdullahi farmaajo meeshii la rabay in uu Soomaalinimo isku hago wuxuu baa u kacayba dhinac kale wadadii la rabay in la qaado mooyaana mid kale xagga ah oo meel u socotay meel ka socota la garwaay oo jahwareer Soomaalida ku riday oo ah for example dadka Soomaalida wuxuu nahay Ethiopia wuxuu especially nahay Gabre waxaa la yiri Ethiopia meel kasta ay joogto ma arki karno nin walba Soomaali ah naciibsho uu u qabo dalka sheeye ama Uganda ha noqoto ama Kenya ha noqoto ama Ethiopia ha noqoto waxay dadka Soomaalida raadinayeen wax wanaag ah oo Soomaalinimo ka dhaxeeyo common ground ah inaan yelano opportunity-gii ugu fiicnaad ninka la siiyay muxuu ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha ma uu soo qaadan muxuu qaatay opposite side oo ah in meeshii la rabay inuu international community u yeero Soomaali walaaleeyo dhaho walaalaan nahay ehel baan nahay isku soo duwa wuxuu ba sameeyay wax kale oo aan loo joogin oo ah uu ka bilaabay markii uu horeysay wuxuu sameeyay wuxuu qabtay ninka ahaa qalbi dhagax oo u dhibay waxay noqotay surprise ah oo la yaabay cid walba adduunka qofka binaadanka waa la isdilaa dadka Soomaalida dhaqan iyo culture uu leeyahay wuu isdilaa laakiin inta la isqabto la isdaldalana waa ama dhaqan amxaar ahaa ama qof muslim ama Soomaali ah meel u dhiibo wax looga fadhiyo ma ahayn sababta wax lagu soo doortaa wuxuu ahaa isjacayl iyo ehelnimo iyo wanaag iyo Soomaali nafta anoon rabin markii aad ugu sii fogaado waxaan rabaa walaalayaal meeshii la rabay in uu Ethiopia dhaho waxba ma dadkan kuma lidiin Soomaali baan nahay waxaan kala leenahay boundaries-keena waa kan leenahay kan aynoo dhaxeeyo dastuur iyo sharci baan leenahay qaabsi kale rabo dhinaca kale waa maray wuxuu sameeyay oo aan ognahay maxamed abdullahi farmaajo markii ugu horeysay wuxuu sameeyay wuxuu ka jaray budgetkii Jubaland ee xaq ugu leh dawladda federaalka Soomaaliya waa uu ka gooyay qodobka labaad waxa uu sameeyay ciidan ka dhan ah maadaama dadkii uu ehel yahay degan shay yahay qabiil aanan shalay lagu soo dooranin wuxuu sameeyay qoyskiisa ayuu wuxuu ku raay ciidan gada ugu sameeyay oo ninka buur madow la dhaho oo uga dhigay park oo aawad ogtihiin oo aan ahayn wax inaan ka beeshaan aniga ma jecli qof aan aqoonin inaan dhaho wuxuu sahayno ka sheegana ma jecli aniga ma jecli inaan waxaan ahayn lagu tusaaleeyo Soomaali oo dhan iyo cid walba bin aadan ayaa ka marqaatay in ciidan uu gada ku ururiyay in baarlamaankii laga soo dooranayay ahaa ninka ha isha
إن عيار جعل إن تصوب بحي برلمان كيس تاجيري مر والبنا أيه وسكت صيو إن الصومالي أيه يهين ضد كان كسمايا جبلان دجن الصومالي ده هيك الصومالي سن إن عب كيني إن عب إثيوبيا سكت صيو أيه قال إن لجددوا ما هاي نجع جعلين أما الصومالي نجع عشها وحوي ومنوبوليتر منوبوليشن ويان وحي always صوران صورة إن أيها الصوماليين إن جعليهن لكن وحنذي شيء عاو ما أنا تذكر أنك إن قبيلك واحد كسمه أنا عاو دين قريودة نين كستو أو صوم أو وجدنا أصقع الصومال نمد جعل أصقع أقوح ترى يوحى قشو يوحى أكتاي ماها نين كلو أو أن وحوس أهين أكت جريناي أنا جاب حرم عب نقانا إتوبيا نقانا نين كستو إتوبيا أو ملك استجو وحلو أبابيا أما قلق كسر أما محارة هذا أما أرما هذا أما تكري هذا وحلو أبابيا نعيبشو أمحار نعيبشو الصومالية إن الصومالي ولقيت وح صومالية أو من نمال له أو كومن جراون إن لكانو لكن ياسي جانسكي محمد عبد الله فرماجة ياسي إتوبيا جانسكي أي درت إن الصومالي كوكال درتو مقد إكر قلسيت وحاسي مدحويني إني أنو دوراني مقامك الصومالي محمد عبد الله فرماجو أو خصوصاً غنيا وحو سمي عيدان قدو جاي مرخاتبة كتهين صومالي وحو سب وحو كتشر بجت جبلان وحو كو قادة دقال نوع كستاء وادو دوكتين ومرخاتي كتهين أنا مرة دولد وزير برايم منسر كان حس على غيره ما وفك بنادن كوحو هين لصارنا ما وحا مركا هادا لابوي كهر أنا هذا الكي قدال مرينين وحا أسميه وحو سكوه ياري سياسيين تيهر جبلان هيد أما نينكي ها بارلمان أما نينكي حناقصنا أودان وحا لغو روري مغدشو مانديد بالسيو وحا لير نوال باو وحانكارنا ما دام لير جبلان دورشا كما دعيسو أي قليين لكن وحا حقيقة ونبا oo duuban oo record leh oo aanan aniga hadda sameeyneynin in madaxweynaha Jubaland maxaa Axmed Maxamed Islaan uu yiri doorasho hatta inaanan one day lagu dareenin maalinka Jubaland arinteeda doorashadeeda nin walba Soomaali ah oo muslimna oo meeshan digo oo u dhashay inuu u tartami karo live tv ayuu ka sheegay ma aheen waxaan aniga hadda u sameeynaa ama magacan aniga isoo u raadinaya ma aheen inta ka badal marka qofkii wixii uu deeqayso waxa uu raadinayo anagu garanaya wuxuu doonayo farmaajo waan garanayaa uma baahnaa inaan hadda dhaho sidaas uu doonayo ama sidaas uu yeelaya wixii Soomaalinimo la rabay ee muslimiin wanaag la rabay in lagu wado doodo maxaa Cabdullaah wuxuu ka doorbiday inuu Jubaland qof heerkiisa madax uga dhigo ama Soomaalinimadiiba inuu cuntaminta ama Soomaalinimadu cuntaminta waxa ay soo haray marka waxaan la hadlayaa marka umada reer Jubaland waxaan idin sheegayaa anuu ma dhahay reer Jubaland waxa soo martay taariikh adag qof walba oo Soomaali ah wuu ka dhareysan yahay caawis ugu celcelinmeen isu sheegimeen waxa soo martay juhdi waxa soo martay problem waxa soo martay dhig badan oo la daadiyo nooc uu rabo ha noqdo nooc in Soomaalin dagaal ama qabiil ha noqdo ama diin ha noqdo ama maba macna hadda waxaan ku qeexay maba garanayo nooc ugu dhiman Jubaland hadda oo loo xiso galiyo dagaal loo xiso galiyo oo u dhiman male laakiin qofka bini aadamka waxa la fiiriyay wax qabadkiisa iyo wixii uu shalay qabtay wixii shalay ahaa iyo waxa maanta taagan la fiiriyaa maxamed abdullah farmaaj chaans kulsi markii balad waxaan dib ugu noqonay markii xasan madaxweynaheen xasan uu joogo madaxweynaha ahaa waxyaalaha uu ku kirta gareen waxa ahayd walaha xasan madaxweyna xasan sheekh dibkan uu sameeyay maxamed sheekh bal maanta isku barbardhig taa ayaa macnaha nabadgelyo badneed wanaag badneed oo ka xiisay iyo umada Soomaaliga jacaylka xitaa ka badan aniga kulay aniga aqoonteeda waxa ay la ficnaa boqolkiiba boqol waxa ay la ficnaa xasan sheekh farmaajo hadda laba sano qofka bini aadamka in lagu baran waayo wax aqaliga tagay ma waa mar walba misba misku ka daran yahay wuxuu ka helaaban u maleenaya problem to problem iyo meel walba in a case noqoto Muqdisho guri guri u gudbi kara malaha xaafad xaafad u gudbi karta malaha wax ninkii hadla oo rabo bal wax wanaag xataa inuu sheego waxa lagu yaraa mucaaradka war hadaan dawladda dhalishada la sheegin oo waxe u fiican laga wada hadal
maadaan dulan ugu yahay maadaas kale waxan waa wax kaman garan oo Soomaalidu wada leedahay waa wax dad wada leeyahay ma aha in adiga leedahay ma aha in xasan qeyr loo asal qeyr loo joogo ma aha in madaxweyn adiga lagu jeedo waxan waa wax Soomaali wada leedahay waa wanaag in aan wada dhaxay oo aan wada leena wixii ka khaldan waa lagu sheegaa ma aha in aad tiraahdan miirihi waqtigii aad gelisaan miiriya ah in dadka lidin caayo in dadka la dhaho sidaas waxa ka sheega xumaanta adiga gurigaadi markii dambe ku soo noqolsa ninka xumaan ka shaqeeyo meesha ku dambeyso labadaada lagu dhaxdeeyay baanisa marka hadda aniga oo mucusba waxa maanta Jubaland ka dhacay Soomaalida aad ku bunbuunaysaa leedahay seeraar ayaa macnaha sidan la yiraahdo seeraar hadda ma iman Jubaland anaba dibadii ku celinay seeraar yesterday ma iman 10 jeer buu yimid 10 jeer buu airport ka soo degay macid baa wax u dirsanays no seeraar qofka bini'aadamka aniga horta waxaan aamin dadka diinta leh ee islaamka aniga dad ma yihi shakh laakiin diinta intiga anfacday akhlaaqda diiniga anfacdaan waa la soo baray alxamdulillah laba jeer aan quraanka dhameey diinta ugu filan waa qana xadiisku fil quraanka wanaag wuxuu yahay waan garanay laakiin nimanka wadaadada ah wadaadnimada ayay u banbaxo I don't think inay waa bil ramadaan aniga hadda waan ka yaxayaa waan ka xishoonaya in aan dad islaama dhibaato dhaxdhigo laakiin waxa ino soo baxay dad shaarki huwan diineed islaamka aha ee quruxda badnaa laakiin ah loo aamoodid in loo soo tababartay inay diinta islaamka abuhola ka turaan ama meel ka turaan sarar hadda waa nin aqoontiisa waxay ku saleysan tahay diin islaam wuxuu ka yimid Yemen dadkii markii hore u yimid buu ahaa saan ku hayo aniga macnaha 100% ma aha laakiin sida aan inta ku hayo badan aanu isku qoys baanahay isku rar baanahay markaa xogtiisa far badan iyo arimaha salaadi horto markii soo wuxuu ka yimid Yemen dadku u yimaadeen ahaa jihadismka wadaadada shabaabkii u yimid buha dan falsafadiisu way isbedeshay markii dambe raaskan Boni ayay shabaab markaas dagaaleen inta uu saraar ka soo galay Kismaayo waa inta 6 bilood alaala taariikhda kala sheegan kan waa taariikh qabiilba meesha isku leenaya markii bariiri ah meesha isku hayeen iyo kooxdiisa raaskan Boni ma taasa marka lagu noqdo dal xoreey ama bini aadan ama title aan ku sheegan karaa dagaal qabiil no it's not ma taasa marka adana aniga oo diin leh oo aqoon u leh meesha hadda inta uu yimid madaxweynaha Axmed Islaam sida ay ahayd waa la yaqaanaa taariikhdeeda meel aan lagu kala bixin oo islaamka iyo bini aadanka ku kalba wax xalaal iyo xaraana aan lagu kala saarin bay mar walba dadka bini aadanka Soomaalida special waxa uu soo qaataan waxa dhaan geedihii baa la gubay hortiisa ayaa maxamed Axmed Islaam geedahan la gubay oo dhuxusha la gubay oo nimankii shabaabkaaba ku shaqeysanay waxaan rabaa eriga Soomaali inay dib uga fiirsato always waxa uu noqotay meel gol jilac la dhaho meel jilacsan oo Jubaland u jilacsan tahay war anaga idin sheegay oo international community baa idin sheegay oo cudub baa idin sheegay oo idin kaalay maad war anaga u baahan dhuxusha wax naga qaadaba anaga hadaan rajo Jubaland anaga u baahan anaga xoolaha anaga meesha noo daaqan anaga aanu galin geedin laga gooyay laakiin balaayan naga xoog badan oo shabaab ah ayaa meesha timid shidanaysa geedahan oo ninna u aabiyeelin oo dadka ay isku falsafid yihiin buu kamid yahay ninka saraar ah ee wax bal dal iyo dal sababta hadii nin islaam ah uu yahay saraar bil ramadaan baa lagu jiraa ma nin baa bil ramadaan ku dhiiran karo inuu dad islaam ah ugu baaqo dagaal oo uu dhaho meeshan sidii asagoo naaraha wuxuu yiri naar banka sameynaya naar war bini aadamka wax dab loogu hanjabaa mise bini aadamka waxaa la faraa wanaaga hadii khalad ugu sameeyo oo leader tahay oo aan leadernimo doonaysa sarar waa wanaag doonaysa inaad aragto gacli oo aan wanaag rabtid inaad aragto waxa ku hanjabay dagaal inaad aragto waxa ku hanjabaysa problem waxa adiga hadda maanta waxaaba taariikh qofka bini aadamka taariikhaha ayaa dib loo raacaa meesha rag baa kaaga horreeyay isku qabtay qabiilka adiga qoyska taa maanta iyo ninka kalaba sheegaysa cidda ay tahay isku qabtay wixii ay ka keeneen risaaltiga ay ka keeneen waa kayso baa noqotay problem ana caawa waxaan ku dhilaa kaba wareysa adiga waliba meesha aad joogta caawa ninkii ugu dagaal ugu ballaaran Soomaali ahaa ee nin walba yaqaanay ku magac bixiyay dagaalka Soomaaliya caawa meesha joogta 1 mile ku jira ee ciid qaadin jiray laha ana iska halkan ana yeelaya ana tayda tagaysa waa Axmed Xan Umar Jas 1 mile from meesha joogta gurigaadii gurigiisa jabal dib u wareysa bar wuxuu u yahay qabiilka anaga soo marno tagnayn markii asaga iyo aadan gibi isku qabanay anaga tagnayn wuxuu u yahay resultigiisana waan u tagnay resultigiisana anaga soo taabanay 20 sano koor kaga nimid 20 sano koor anaga kaga nimid inaad erbal inta dib isugu noqoto adiga ku hanjabaya dagaal iyo war iyo probleme
وح أدونيس ما هو يري قبل إن وح أدونيس ما هو يري إن الصومالي وح أدونيس نفس هذا أدونيسا معدبا كبارجت معدبا كوسمة هذه اللفت الكادي سيف التجادة يا أخلاق هذه ونقد كوجت أنا لقباره قف ب ميان تانس كسر قلا إيربورك هذا ميان تاني ماذا أيضا دولة النظام كجرو especially مقدشة كما حكي ماجد النيروبيو مول كان كي ماجد لكن مقدشة لغو صيران أغنها أو لعك برصوي لعك لونسوديب أو اللي يري هذه وح كعب بهناي محمد عبد الله فرماج أو أمر كسيري مدحتوية كسيري جزيرة إنت اللي تجي أو هاونو حك رسالة أكون إنت لعك لغو صديب الأور بغل أكونه لغو يري أليس طمنك حيصة ما شاطك عبد الفتاح عقل هقا عبد الفتاح عقل يعني هقا تواصل الله باطل حدك هقا تصدر أمر هقا تأفرتل نو البو سكو إن ماشي وحدا ذا دورشك مجرتو إن جبلان ونبا عبرونيا نبا هستو ورمان نبا نكاد ورمان نبا نقولك تيجا بكرة أديا أك أديا هبين صدحات وكان كافي سنة تيفي هبين صدحات أديا لها إن جبلان منو لقو مديرو جبلان لوحنا لقو معبرية أديا كم ده أديا كتبها هذا ضد كشل مو واحد ضد كأن مو واحد هيشيس كله هيدنا ضد كالعبرية ما هو هالشيء كله هاد إنا معناها متقارنة ما أنت مركي أذى النظام كي إسبدلي إلا دوق مسبدلي وأنا أكسبت جريست قفك جيس جا ابن أذى نمد كتن بيسو يوم بن نمد كتن بيسو وقفك أقلاد إسبدلك وقفك أقلاد وناجا وريله كبق بالرمضان بالهجرة ضد كليك هو باغن ننار ننار قبق قرا وحب وغمترس بالرمضان بالهجرة وناجا ناس فرنا الله النهاي تعود بلستان أو شدان إسكنارتان وردتك وناجا وباق سرر معها بالرمضان أذى وولي بالشيخ الدين أنت كان فعل الله يصبري إن ردتك ترى هذا بروبلم بكجر جبلان ردت بالعبرة ده أذى حبض كوب الله ما الباتميت والو بارا يا بالقول very simple وهذه كتاي بارا معد با نجيت قرك هاي قبته no we have a common ground ردتك سكين ماض وحلال شو شجع ردتك كل جاب ما هداه مدحونيه إني أحمد محمد سلام سقبتين رقم بجرو شرعية جرو دين بجرو بناء كل بحاء ومت كل الصوماليات بمشي إن لدكتة ما عد إذا كلام بحساب بعد إذا كلام بحساب ويسه ما دوني سيدة وحدوني سا أو مود عقلي كعقلي إن البروبلم يتجعل الحكومة حكومة على سيد سيدة أدوك حكومة شخص ده أنا أشكر حنا هل ويل أوكي يا مكانا كم مرة مانيو برنامج كذا ما نقانو we don't know مش كتبت for example هذا كسمايا هذه واحد كتقارنا أنت هذا أجوبت كلي I don't think إن الشيء هو مش كتال تقال I don't think إن أخذوا مش كتال تقال I don't think سر إن درينا تقال الحجر مش كتال I don't think إن وريكتا مش كتال تقال I don't think إن الزوني مش كتال تقال I don't know مش بارل رحتا كحكت هذا أما بو عليك كحكت تقال ذا وحال هذا هيرو بنهاي وانصور ده قال مي نار بنك عنيا ورنار هذه حاجات كويسة حاجات كلامي حاجات ود أنت لك عاد كلا تمت إن هذا المركب وحنا كفرية أنا يا أديك يعدوا الإسلام عن فرية بالرمضان بالوجرة وانكسر ده لنا قبيلك سيدا كوشة أحمد عمر جسبا جو وصومالي دجال يقبيل يرر وح أوي هاي أكت هذا جو عاوكس ماي جورج جوكتر لابد بلوك بوجرة بلوك ورسو إن هو ورسته ترى ور دجال هذا قبيل هذا محن كل حلمه محن كفاية سنة آخر اللي بن أديك إنه شقيا في عام adi arinta la seera inta soo galay hadii ba awoodaas aad leedahayna inaadir hadaa ba awooda leedahay naaraha aad kicisid oo dhibaatada aad inta cid aad gubi kartidba inaadir awiyeed iyo eelbard iyo ato iyo barder anaga xoog u baahan ma nasiis dabka ahays naaraha ahays anaga dadan ku ololina qaanima inaad nasiis bal awooda inta leeg marka een waxa weeyaan een arinta aan rabi caaw inta saheed waxaan ku baaqaya dadkiin rajublan وحنا ضد إسلام وحنا ضد مسلمة وحنا هاي ضد ولالا وحنا ضد إهلا مد بينون هاي مد دونينه عرقلت يدينك أردن بان إذا الله رجبلا أنا كمان ده هاي ريرهبل يريرهبل وأنا جا عدوا البوا حد يقضوا ولالو ولالو وح كويس وحكم هرس رجي ولالو ديدي رسالة جدي كسمعي الله صفر السنة أيوة إلهي ما نقول أرتى إمام هذا غبا ولا وحي أنقلنا الله إن هل يعفيه مركا حل كما صارنا مدحوين إن نحن عم نسلا كلي كما صارنا نور بوري جبلان وكساريني نين كستو ولا صادر وكلي هذا كان وكي وري أفرت إن كلا هذا كسر صعط هوتيل جزيرة هوتيل جزيرة جيفان وحن دي شيء يا كا هذا مت كا هذا هل نين كا هذا هل أب كا هذا هل هيو نور بنا وحن فريا وناجين كشقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو ما سنتين